بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة في حلة جديدة بين أحضان الطبيعة، دائما مع أفكار جديدة ومواضيع جديدة نتحدث من خلالها عن مساعدة أو كيفية مساعدة الطفل. اليوم رح نتكلم على موضوع أيضا شائع في الحقيقة، وانت نتحدثوا مع الموضوع هذا خاصة كي يكون وافطت الامتحانات، الجهود اللي بذلها الطفل ولكن النتائج غير مرجوة، وحنا دايما نلوموا الطفل نقولوا له علاش ما قريتش، وكاين بزاف اللي الامهات اللي يبذلوا جهد مع الاولاد تاعهم لكن دايما النتائج تكون غير مرضيه. اليوم راح نتكلموا موضوعنا اليوم حول التاخر الدراسي. راح نستضيف اليوم الاستاذه المختصه الاورطوفونيه السيده رسام نوريام، تكلمنا في هذا الجانب. اهلا بك السيده. اهلا ومرحبا بك استاذه، أشكرك على الاستضافة. أهلاً وسهلاً. إذن إحنا دايماً نلوم الطفل، إحنا الأساتذة ولا الأولياء نلوم الطفل ونسينا ننساو أحياناً أن الطفل هو مركز في حلقة. أكيد. والحلقة هذيك شكون راح يدور في هذيك الحلقة هذه يكونوا اللي يهتموا به. يعني احنا دائما نسعى انه هذا الطفل هذا يكون يبذل نشاطه تاعو على اكمل الوجه او تقريبا على اكمل وجه. كاين مثلا الاولياء، كاين اساتذه، كاين المختصين في الاورطوفونيا، كاين في الاعصاب مثلا، في طبيب الاسنان مثلا، عندنا ايضا يعني المختصين النفسانيين. كمختصه اورطوفونيا كيفاش تشوفي التأخر الدراسي عند الطفل؟ حقا أستاذة، احنا نلاحظ كثيرا في وقت الاختبارات أن الأولياء وحتى الأساتذة يركزوا كثير على الطفل وعلى التحصيل الدراسي تاعه، سبيل الأولياء يدخلوا في متاهة، استخاس، يبدأوا إقرار راجع، سبيل الأم ضيعت جميع، تخلي تسمح في جميع الأولياء أولويات تاعها وتركز برك على دراسة الطفل، سبيل دروس خصوصية يعني تسبيها ضايعة. هناك أولياء يوفقوا صح حقيقة إلى يوصلوا بتحصيل دراسي رائع مع التلاميذ مع أبنائهم، وكاين أولياء اللي رغم جميع الجهود بصح ما يوصلوش لنتيجة مرضية. هنا راني انا اليوم ان شاء الله باذن الله راح نسلط الضوء على الجانب الاورطوفوني، كيفاش راهو رايح يكون الاشياء اللي لازم تنتبه لها الام ولازم تعطي لها اهميه باش تعاون الابن تاعها في التحصيل الدراسي. يعني تذكرين الاسباب من ناحيه الاورطوفونيه؟ اكيد طبعاً. اكيد تفضلي يا سيدتي. من اهم الاسباب من ناحيه الاورطوفونيه نلاحظوا ان الطفل عنده اضطرابات نطقيه، ممكن دفا الاولياء ما يعطونهمش اهميه، يقول لك باللي احنا في لا سوسيتي الجيريان تاعنا جينيرالمون يقول لك باللي كي يكبر يسقمها وحده ولا راهو مازال صغير ولا دوك والفناه بهذا الهضره، يعني جينيرالمون تعجبهم هضره الطفل، يعني دفا كي ما يقولش كي حرف في بلاصتو ولا يبدل حرف ولا يعني تعجبهم الهضره تاعو. احيانا نعم الكبار هما اللي يعلموا يتكلموا نعم مع اولادهم بالطريقه هذه، يعني نعم حتى هو يكون يتكلم في الكلمه هذه كل الكلام هذاك صحيح هو يعجبهم هذاك النطق، يبقوا دائما يهضروا معاه نعم بالطريقه بيبي، يعني بالطريقه اللي احنا دائما نقولوا باللي اوليو لي لونفون هو اللي يتبع الكبار، نطيحوا في مشكل انه الكبار يتبعوا الطفل، هنا هما يشوفوها باللي حاجه عاديه. بصح الطفل كي ينتقل الى المدرسه شيء اخر، راح يتعرض للتنمر، راح يتعرض الى سخرية من طرف الزملاء، ممكن في الكتابه يبدل حرف في حرف، ممكن يعني فهمتي حتى في القراءه يولي الطفل كي يتعرض لهذه المشاكل مثل الغنه، الطفل يعني الغنه اللي يهدر جميع الاصوات تخرج من الانف، ولا راح يبدل لي حرف بحرف ولا يعوض حرف بحرف اخر، يعني ولا لو شلاتمون ولا لو سيغماتيزم انتردونتال، كاين عده اضطرابات نطقيه اللي حنايا ممكن الأولياء يشوفوها بلي شيء عادي، مي الطفل في المدرسة راح تترجم عنده بشيء آخر، راح الطفل ما راحش يتقبلها، يعني الطفل يولي يبعد على جميع الأنشطة اللي فيها التعبير اللي فيها الكلام، يبعد عليها باش يفيتي يعني باش يبعد على السخرية والتنمر تاع زملائه، تصيبيه مثلا في الشاطر في الإملاء ولا شاطر في الكتابة، لكن في التعبير الشفوي ولا القراءة ما يشاركش، ولا حتى المشاركة ما يرفعش، يعرف الإجابة ما يرفعش صبعه ولا ما يشاركش.
يعني هذا من السخريه من طرف الاولياء. هذا فيما يخص الاضطرابات النطقيه، والاضطرابات النطقيه كثيره، نوصلوا حتى كاين اضطرابات نطقيه حتى للشق الحنكي والشق الشفوي. هنا اللي لازم الاساتذه ياخذوا بعين الاعتبارات هذه الاضطرابات، يعني كي يشوفوا طفل عنده هذه الاضطرابات النطقيه. بعد ان شاء الله في حصه اخرى راح نتكلم عليهم بالتفصيل اللي تاعهم الفائده ان شاء الله، يوجهوا يعني يديروا يعيطوا الاولياء ويشوفوا وين راه المشكل، ويوجهوا التلاميذ هذو للاخصائيين اللي يعاونونا. ممكن يبعثوا للمختص الاورطفوني، ممكن للطبيب الاسنان تقويم النطق، ممكن الى يعني المختص في الوغل اللي عنده مكبح اللسان. يعني هناك عده اخصائيين يشتركوا باش هذا الطفل ينجح في التاخير الدراسي، يعني نيفيتي وتاخير دراسي، وينجح في الكلام تاعو ويكون كلام صحيح باذن الله. هذا فيما يخص الاضطرابات النطقيه. عندنا ايضا ثانيك مشكل كبير اللي هو الصمم، فقدان السمع. يعني هنايا مانيش حنهضر على فقدان السمع، يعني مانيش حنتكلم على الصمم الكلي ولا العميق اللي شايع وباين، يعني هذا الطفل ينزاد ما يسمعش، ولا يعني باين باللي ماهوش يسمع ما يهدرش كما نعيطوا لهم حنا يعني صم بكم. يعني انا اونتر بارونتيز ما نحبش هذه الكلمه، لانه الطفل حتى الان اللي عندهم صمم كلي وعميق راهو كاين حل، يعني كاين زرع قوقعه وراهو يتكلم، يعني رانا نقضيو على هذه الفئه باذن الله الحمد لله والحمد لله العلم تطور. لكن راح نتحدث على الصمم الخفيف والمتوسط. هنا في الصمم الخفيف والمتوسط جينيرالمون الاولياء يقول لك وليدي يسمع، انا وليدي يسمع، وحقيقه يسمع الطفل، بصح السمع تاعو ناقص، يعني ما راه ما يقدر يسمع الاصوات، ما يقدرش يسمع الحروف الاصوات بطريقه صحيحه. هنا الطفل يعني هنايا كما نقولوا الطفل يسمع معاناة داخل القسم، ولكن الأولياء ما ينتبهوش لهذا الشيء، ولا حتى إحنا الأساتذة ما ينتبهوش. نعم. لأنه كي يجي عندنا الطفل، إحنا الأمهات ولا الأولياء ممكن ينبهونا إلى حاسة البصر. نعم. يقول لك وليدي أنا ما يشوفش مليح السبورة قاعديه القدام. حقا حنا يعني ناخذوا بالاعتبار حقيقه ثاني يدير نواظر ولا ما يديرش نواظر، حنا كي نتكلموا معنا نشوفوا كيفاش نوفقوا باش نخلوا التلاميذ عندنا في قصيره الى غير ذلك. لكن عمرنا لا كاين ولي ولا قالنا كاين وليدي ماهوش كيسمع مليح. نعم. ما على بالهمش ولا حنا ما نفيقوش. جينيرالمون الصمم الخفيف والمتوسط حتى الاولياء ما يفيقوش. جينيرالمون يجونا للفحص هكا يعني صدفه، ولا تبعثهم الاستاذ يقول لك انا وليدي ما على باليش ماهوش ينطق لي حرف، ماهوش ينطق لي هذا الحرف، جيتو غير على هذا الحرف. حتى حنا في الفحص في الفحص الاورطوفوني كي نديروا المقابله مع الطفل ونديروا التقييم تاعنا، راح نكتشفوا باللي نحسوا باللي الطفل عنده نقص في السمع. واش نديروا حنا اصلا؟ نبحثوا الوغال، لو ميديسان وغال المختص في الاذن الانف الحجره، نقوموا له باوديوغرام قياس السمع، وهنا نتاكدوا يعني يا اون فا ايكارتي لو بروبليم تاع السمع، ولا نتاكدوا نثبتوا باللي كاين مشكل في السمع. راح نبحث الوغال يقوم بالجانب العلاجي اللي يكون عن طريق الادويه او الجراحه، ثم التجهيز اذا استوصف الامر التجهيز، نقوم بتجهيز الطفل، ثم يرجع لينا نعالجوا الاضطراب النطقي. لان اذا كان عنده الطفل يعاني من اضطراب نطقي مثلا وعنده نقص في السمع، مانيش حنقدر نوصل لنتيجه معاه. يعني نعالج السبب ثم نروح نعالج يعني نعاود نولوا للطفل مسكين، احيانا يكون مظلوم من طرف الاولياء، مظلوم من طرف الاساتذه، يعني غير مقصود، ظلم غير مقصود، ظلم غير مقصود. يعني في الحقيقه كي احنا نقولوا احنا ثاني كاساتذه عندنا ضغط والاولياء عندهم ضغط، معليش احنا من خلال هذه الحصه نحوسوا ننبهوهم برك، يعني ننبهوهم باللي اذا شفتوا طفل حاولوا تبعثوهم الاخصائيين، والاخصائيين بدوره هو يزيد يبحث. احنا الفكره هذه ما كانتش عندنا. نعم. الفكره انه الطفل ممكن ما يسمعش مستبعده تماما. يعني احنا أساتذة في القسم نحاولوا أنهم نخدموا معهم من الناحية البيداغوجية، من الناحية النفسية نوعا ما، ولكن من الناحية الأورطوفونية يعني بعيدة علينا احنا كأساتذة باش نجينا حتى مجرد الفكرة. وكان هنا في هذه الحصة هذه مع أنه ذكرتي أنت هذا الأمر هذا، ممكن
يعني من الجاي للاعوام الجايه السنه الدراسيه الجايه ممكن السنوات القادمه راح ناخذوا بالاعتبار هذا الامر هذا باش ما نزيدوش اللوم الطفل لانه الطفل دي يبقى دائما غير مسؤول وحبد ممكن نحملوه مسؤوليه اكثر يقدر من يقدر يكون طفل ذكي لكن عنده هذا العراقيل اللي مش حتقدر توصل له للنجاح الدراسي ومن بعد هنا ينتج تاخر دراسي ونديروا له اتيكات بلي هذا الطفل ما يعرفش يقرا بلي انت انسان راسب نعم لازم نعاونهم ساكن لازم نعاونه هذه الحصص هذه رائعه ان شاء الله باذن الله نستفادوا وايضا راح الاولياء ايضا راح ياخذوا هذه الافكار انا قلت لكم هذه الافكار ممكن لا تخطر في البال اصلا لا تخطر في البال ولذلك احنا نحاولوا انه كل اختصاصي راح يزودنا بهذه المعلومات هذو باش نساعدوا الاولاد تاعنا ويكون نسبه التاخر الدراسي تكون يعني نقصوا فيها قدر المستطاع. هل هناك اسباب اخرى؟ اكيد سيدتي؟ اكيد مثلا عندنا التأتأة اللي هو اضطراب شائع بين في الوسط يعني ماشي برك في الوسط حتى الفئه تاع البالغين راهم يعانيوا من التأتأة وكاين احنا حتى في الوسط في المجتمع الجزائري ماهمش عارفين الناس باللي تتعالج اصلا تأتأة كاين الناس يعني بالصدفه ولا واحد يبعث واحد ولا يجي عندك يقول لك يجيك كبير تقولي له اسكو ما راح علاه جامي ما داويت ما رحت عند اورطوفونيست يقول لك ما كنتش عارف يحسب لي ما كنتش عارف ما كنتش عارف باللي تداوى باسكو بابا كان هكا كي كان صغير باسكو عمي كان هكا كي كان صغير يعني تأتأة راح تاثر عليه نفسيا الطفل حتى يكره الدراسه يقول حتى يؤدي الى العزله يؤدي الى العزله واكيد وراح يبتعد عن القراءه عن التعبير عن جميع كل المواد ما هو شفوي. كل ما هو شفوي وراح يخجل وراح يعني تنمر ومن بعد راح ينتهي به الامر التاخر الدراسي يعني وترك المدرسه نهائيا هنا لازم نديروا من هذا المنبر نقولوا للاولياء اللي عندهم اولادهم عندهم مشكل في التأتأة يتوجهوا للاخصائيين الاورطوفونيين وراح تكون ان شاء الله هناك ان شاء الله يا ربي ان شاء الله حصه يعني دائما يكون العلاج المبكر ينقص بزاف مشاكل نفسيه اكيد التشخيص والعلاج بعض المشاكل ربما التأتأة او لو ذكرت الاضطرابات النطقيه ولا هذه الامور هذو راح هذا تولي أزمة نفسية حتى يكبر بيها أكيد يكبر بيها إحنا ماذا بينا نخرجوا الرجال حتى التأتأة معروف أنها اضطراب علائقي يعني حتى هي يعني جينيرالمون إحنا كم ديزورتوفونيست كمختصين أورطوفونيين في أغلب الحالات نعالجوا المتأتأ أون باراليل مع لو بسيكولوج كلينيسيان ماشي وحدنا يعني نخدموا معاه كلكو سيونس حصص ومن بعد كي نشوفوا باللي نتأكدوا باللي المشكل راهو نفسي أكثر ما هو كلامي راح نبحثوا للمختص النفسي يتعامل يعمل معنا في العلاج في سيرورة العلاج أنا نخدم الجانب الأورطوفوني كل ما هو تنفس إيقاع مجرى الكلام يعني صحح مجرى الكلام والجانب النفسي يتكفل به زملائي النفسيين الجانب النفسي مهم جدا مهم جدا إنه هو لو كان الطفل ما يتقبلش أنه راح يتعالج لازم الجانب النفسي يعني نقنعوه أنه هذه التأتأة ممكن تتخلص منها يعني يكون هنا عندكم تتكفلوا الاثنين بالتنسيق من اجل هذا الطفل هذا اللي حتى تكون مشكل التأتأة في حد ذاته يعني الاصل نبحثوا عن الاصل التأتأة دفوا وين يكون المشكل التأتأة يعني جد بعد صدمه مثلا موت احد الاقارب ولا باغ اكزومبل الاعتداء الجنسي عند الاطفال ولا يعني اشياء اللي راهي بزاف عندنا في المجتمع ان شوك ايموشنال الصدمه او الابتزاز او يعني شيء من هذا القبيل فقدان عزيز او الام تسلط الام على الطفل ولا هذه الاشياء اللي حتولد عند الطفل خوف او خجل راح ما نقدرش نعالج انا التأتأة اذا ما زميلي المختص النفسي ما عالجش الجانب النفسي عند الطفل يعني نخدمه اون باراليل نخدمه التأتأة هو يعالج المشكل اصل المشكل وانا نعالج الجانب الكلامي عند الطفل ما شاء الله لنصل الى نتيجه ان شاء الله رائعه باذن الله هل هناك بالنسبه للتاخر الدراسي يعني هناك ايضا يعني احيانا احنا كي يجي عندنا الطفل يديروا لنا بعض التلاميذ لداخل الاقسام ما يكونوش تلاميذ عاديين احنا ممكن نسموهم تاخر ذهني هل حقيقه كاين تاخر ذهني اكيد شوفي استاذه احنا دائما نديروا لازم هنا لازم نعرفوا الفرق بين صعوبات التعلم وتاخر دراسي هنا لازم نضع الفارق نقطه الفارق لانه صعوبات التعلم هي الطفل يكون عنده مستوى ذكاء عادي ولكن عنده مشكل في ماده او مادتين
يعني هنا راهو عنده صعوبات تعلم، رانا في صعوبات تعلم. لكن اذا كان الطفل عنده ضعف دراسي عام مقارنة بزملائه ولا بالمستوى المطلوب، هنا راني حنكون في التأخر الدراسي. وجينيرالمون يكون مستوى الذكاء أقل من العادي، أقل خفيفا من العادي عند أصحاب التأخر الدراسي، عند أصحاب التأخر الدراسي نعم أقل عادي، أقل من العادي، أقل من العادي، أقل من المستوى الذكاء العادي. هنا ما نتفطنولوش، احنا عندنا طفل يقول لك ثقيل ثقيل، ما ثقيل هو الله غالب عليه ثقيل. مي لو كان نعاودو نرجعو للوراء شويه ونعاودو نستدعيو الام ونعاود نرجع للوراء، تقول لك صح وليدي كي كان يمشي والله غير دار شويه روطار في المشيه، ممكن تاع اسبوع، ممكن اسبوعين، ممكن ما تنتبهلوش الام. مي في حقيقه هذاك التاخر تاع اسبوع ولا اسبوعين في النمو النفسي الحركي راح ياثر لنا على مستوى الذكاء كي كبر الطفل كي كبر. نعم انسفيزونس مونتال ليميتي نقول لهم. هنايا الاطفال ما يبانش، يبان لك طفل عادي، بصح في 12 سنه تبدا تفيق للطفل باللي عنده نقص في الذكاء، ما يقدرش التحصيل الدراسي، ما يقدرش يكمل الطفل. وما يزيد يكبر شويه راح تحسي باللي مستوى الفهم تاعو ما راهوش عادي، عنده مشكل في الفهم. هنا ثاني لازم يقدر يشوفه، يقدر يدير واجبات، يعني يقدر يعيش حياه طبيعيه عادي، لكن في لابستري في المجرد ما يقدرش، في المجرد ما عندوش المجرد، يعني 1 بلس 1 ايكال 2. كي تروحي تحكي له مثلا في البحر واش كاين المرجان الخيال، حنا نعرفوا بلي الطفل عنده خيال واسع، خيال واسع وتنمى أيضا. وتنمى مي الاطفال اللي عندهم هذه المشكله تاخر دراسي النقص العقلي الخفيف عقلي. ما عندهمش المجال لابس تخي ما كاش، ما يقدرش يتخيل ولا يماجيني حاجه، ماهيش لازم كونكريت، لازم حاجه. هنا لازم له برنامج خاص في التعليم الدراسي، لازم لهم اقسام خاصه. وحتى نقدر نوصل للطفل انه جينيرالمون الا ما تكفلناش بهم مش راه راح يكمل المستوى الدراسي تاعو، مش راح يكمل المشوار الدراسي، نشوفوهم يتوجهوا للمهن والحرف والمهن اليدويه اكثر. هنا يعني اذا كانت الام عرفت بلي وليدها عنده هذا المشكل راح تفهمه وراح تخدم على الطفل على حسب قدراته. هذه الامور كامله ان شاء الله باذن الله سيداتي راح نديروا حلقات خاصه نزيدوا نفصلوا فيهم باش نديروا التوعيه للاساتذه والاولياء كيفاش نعالجوا هذا الامر هذا تاع التاخر الدراسي، وربما ما نخليوش حتى يلحق للتاخر الدراسي. اذا سيدتي سادتي كانت الحلقه رائعه مع سيده رسام نوريام مختصه اورطوفونيه. نلقاكم في حلقه قادمه باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.